Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع بين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين هم سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
ودركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله المولان العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. My dear and respected elders and brothers in Islam and our respected viewers on YouTube, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher, the sustainer of the universe, and choicest blessings and salutations upon his beloved Rasul, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Imam Shafi'i alayhi rahmah, he said so beautifully, words of caution, words of advice, al-waqtu kas-sayf, illam taqta'uhu qata'ak. What did he say? He said that time is like a sword. Time is like a sword. Either it cuts you or you cut it. Which means that time passes us very fast, very quickly. And when we look back on our lives, when we look back at our years or at our months, we will eventually discover that a lot of time has been wasted, whereas time could be spent better in our work and in our ibadat and our worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is very true that we find ourselves in the blessed month of Sha'aban. Allahumma barik lana fi Sha'aban. Ameen. Wa balighna Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us during this month of Sha'aban and allow us to enjoy and see and experience and benefit from the month of Ramadan, inshallah. Ameen thumma ameen. So we find ourselves in the month of Sha'aban, on the doorstep of the month of Ramadan. And now is the time where we're looking at our preparations. And when you speak about preparations, we're not just speaking about the pies and the samosas that needs to be prepared for iftar and getting the buba ready and all those things. We're not just speaking about that, but we're speaking about our spiritual preparations. Our spiritual preparations for the month of Ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this month, the month of Sha'aban, as a pre-cleanse to the month of Ramadan, a way that we can pre-wash ourselves or service ourselves or fine-tune ourselves before the arrival of the month of Ramadan. And Allah has given us this opportunity in the month of Sha'aban where we turn to Allah subhanahu wa ta'ala earnestly in tawbah, in forgiveness, and we turn to Allah subhanahu wa ta'ala with the tasbih and the tahleel, and we increase our durood and our salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, all in preparation for the month of Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us further in this month of Sha'aban that He has granted us Laylatul Nisfi min Sha'aban, a night so great about which Allah subhanahu wa ta'ala says, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, that every act of importance is distributed on this evening. All this Allah subhanahu wa ta'ala gives us in preparation for the month of Ramadan so that we can prepare wholly for the month of Ramadan and so that we can gain maximum benefit from the month of Ramadan. So what do we do now is that we do not wait for Laylatul Nisfi min Sha'aban. We do not wait for Shab-e Bara. We do not wait for the 15th night or for Ruwah. We do not wait for that to make our tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. But we turn now to Allah subhanahu wa ta'ala. Never delay your du'as. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Don't say that you're going to do this tomorrow or you're going to do this on another day. Especially when it comes to tawbah, asking Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness from your sins, begging Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of our sins, never delay it for later or for tomorrow or for next week or for the next big night. Let us do it immediately, inshallah. Because as we know, we can leave this masjid and death can find us on a Friday afternoon. Allahu Akbar. So there are many ayat in the glorious Quran Sharif that inspire us towards the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. The one that I quoted, وَمَن يَعْمَلْ
سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever does an evil act, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, or he has oppressed himself by committing any type of sin, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, and then he turns to Allah subhanahu wa ta'ala. Then he makes istighfar and he makes tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Most definitely he will find Allah subhanahu wa ta'ala forgiving of his sins. غَفُور and رَحِيم. You will find Allah subhanahu wa ta'ala most forgiving and most merciful. But we as an ummah, we are so used to asking Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. We ask Allah subhanahu wa ta'ala every day. We make our du'as. We say, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, or the various du'as of forgiveness and tawbah that we make to Allah subhanahu wa ta'ala. And we just, it has become rhetoric where we ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness, but there is no presence of the heart, there is no presence of the mind when we ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala from our sins. There is no nadamat, there is no ashamedness. We do not have that regret in our hearts when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of our sins. We are only asking Allah subhanahu wa ta'ala. We are not begging Allah subhanahu wa ta'ala. We are not crying to Allah subhanahu wa ta'ala. We are not shedding tears when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala in our dua. And if we really had regret, if we really had remorse, we would cry when we ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of our sins. And we would beg Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness for our sins. We need to ask Allah forgiveness in such a way, like as if we are in the throes of death, as if you know that you're going to die in a few minutes' time, and you know that you're going to be in the qabr in a few minutes' time, and Munkar Nakir is going to come question you, and you will be in the barzakh, your akhirah will start. And when you know this is happening right now or in a few minutes' time, that is the way you need to ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. How will you ask Allah at such a time? If you are in a plane and there's a problem with the engine and the plane is nosediving into the ocean, you know that you're probably going to die. How will you turn to Allah? How will you cry to Allah subhanahu wa ta'ala at a time like that? This is the way that we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala. But unfortunately, all of us, I speak to myself first before I speak to everybody else, we ask for tawbah easily, and then just as easily we revert to the sins again. From the very same sins, we turn to Allah and we ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness of these sins. Unfortunately, we revert, we go back to these sins. And then we come back to Allah subhanahu wa ta'ala, hoping for the mercy of Allah. But we should always hope for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But what we need to understand is that unfortunately, that when we commit these sins on a regular basis, and when we do not ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness of our sins, and when we do not make use of the opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala presents us with all the time to seek forgiveness of our sins, then unfortunately, there is a price to pay. There is a price that we pay every day in our lives. There are signs in our lives that we are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. In that Allah subhanahu wa ta'ala takes away the barakah from our lives. Allah subhanahu wa ta'ala takes away the barakah with your relationship with your children maybe. Or maybe Allah subhanahu wa ta'ala removes the barakah from your marital relationship. Or Allah subhanahu wa ta'ala removes the barakah from your rizq. In many different ways, there are signs that when you go through difficulties, it is a sign that we have not turned to Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of our sins. And we do not understand and realize that how we are transgressing the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you look at the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, look at their example and look at the example of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever something used to go wrong, they used to question themselves. They used to look in their hearts and they used to look at their actions, and they, instead of them saying, why did Allah subhanahu wa ta'ala allow this to happen? They would say, what have I done so that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed this to happen? This is what they used to do. They never used to blame an external force and an external party, but they used to look at their own actions. They used to look at their own lives and their own deeds, and instead of blaming anybody else, they used to look at themselves and see, where did we fall short in our obedience and in our ita'at to Allah subhanahu wa ta'ala? And then they realize, it is because I'm not doing this,
or it is because I'm doing that wrong. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has put me in this predicament. We, on the other hand, we find everybody else to blame. If our wives are disobedient to us, we blame the TV. We say, yeah, it's all that nonsense that you watch on TV. If our children are disobedient to us, we blame the cell phones, and we blame the games, the PS games. If at home, if our taps don't work properly, and we blame the plumber. You know, we're always looking for somebody else to blame, and we're never looking at ourselves. Sayyidina Fuzail ibn Ayyad, radiallahu ta'ala an, he said that when my donkey revolts against me, my mode of transport, my donkey, when my donkey is disobedient to me, and when my slave revolts against me, then I know that I have been in some way disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Because he said, I see this when I am disobedient in some way to Allah, or when I have not done something, even unintentionally, which I am supposed to do, or I forgot to do something, I see that in the actions of my donkey, and I see that in the actions of my slave. Allahu Akbar. And who was Fudail ibn Iyad? Fudail ibn Iyad is a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. He used to be a highway robber. He used to be a thief. He used to be on the sides, lurking in the sides of the road of Baghdad. And when the caravans used to pass through, he used to attack those caravans. And the people were frightened of him. When they heard the name Fudail ibn Iyad, then people used to tremble with fear. They never used to travel at night because they feared him so much. This was Fudail ibn Iyad radiallahu ta'ala an. But then he saw the light. How did he convert? He was Muslim at the time, but how did he turn to Allah subhanahu wa ta'ala? He was greatly in love with this young girl. And he used to send her also, you know, these tokens and these things that he used to steal from the loot, and he used to send that to her, you know, just to express his love for her. So one day he was missing her so much. You know, this was now, he considered this the love of his life, you know. He was missing her so much that he went to her house and he climbed the wall to come up to her window. And as he was climbing up the wall, he heard somebody reciting Quran. And that person read this verse, أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقَّ. This verse here on the wall. He heard somebody reading this verse, أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. That has the time not come for the believers that they submit their hearts to the remembrance of Allah? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, and what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed from the haq. And he understood this. Allah subhanahu wa ta'ala gave him that hidayat at the time that he's climbing to go see his girlfriend. He's climbing the wall to go see his girlfriend. And he hears the ayat where Allah says, has the time not come for the believers? Even at such a time, he accepted himself to be a believer in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah referred to him also as a believer. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Has the time not come for the believers to submit their hearts to the remembrance of Allah, to the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala? And he hears this, and Allahu Akbar, and he says, indeed, my Rabb, indeed, my sustainer, the time has come. Allahu Akbar. And he climbs off that wall. He leaves that young girl. He leaves her, his love for her, and he turns sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala, and he repents to Allah subhanahu wa ta'ala. And then he leaves Baghdad and he goes to Kufa. And where does he go? He seeks permission to study under who? Hazrat Sayyidina Imam Ja'far Sadiq radiallahu ta'ala an. Who is that? The great grandson of Imam Hussein radiallahu ta'ala an. Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. He studies under Sayyidina Imam Ja'far Sadiq radiallahu ta'ala an. He studies under Sayyidina Abdul Wahid bin Zayd radiallahu ta'ala an, who is one of the main khalifas, one of the leading khalifas of Sayyidina Imam Hassan Basri radiallahu ta'ala an. He studies Islam under them. He studies hadith, Quran, tafsir, fiqh. He studies tasawwuf under these great scholars of Islam, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he becomes the teacher of who? I mean, this is now a highway robber, okay? A highway robber. People used to be frightened of him. In love with a young girl. He turned his life around.
He becomes the teacher of the king of Balkh, Ibrahim ibn Adham radiallahu ta'ala. He becomes the ustad of Ibrahim ibn Adham, who was such a great wali of Allah. He was the king of Balkh in Afghanistan at that time. And the status of Ibrahim ibn Adham was so great that when he sat on a mountain and he told his companion that the status of the servant of Allah or the true servant of Allah is so great that if he tells this mountain to vibrate and shake, the mountain will shake. And then the mountain begins shaking just like that. While he's sitting on the mountain, and Ibrahim Adham tells the mountain, I did not give you the command to shake. I did not give you the command to tremble. So it was the mere suggestion of Sayyidina Ibrahim ibn Adham radiallahu ta'ala anhu. And who was his other student? Fuzail ibn Ayyad, who was his other student? Bishr al-Hafi radiallahu ta'ala anhu. The great wali of Baghdad Sharif, who used to be a drunkard. He used to be a drunkard. He used to sit in the pubs all the time. But one day he comes out, and in his state of drunkenness, he sees a paper on the floor, and on that paper is written the name of Allah subhanahu wa ta'ala. He picks it up, he cleans it, he perfumes it, and he places it on a high and lofty space in his home. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala turns his life around. Allahu Akbar. Subhanallah. What were they and what Allah subhanahu wa ta'ala made of them? That is why Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an, he says so beautifully that sin that humbles you, That sin that humbles you is better than that good deed which makes you arrogant. And this was the symbol, the sin that humbled the great awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, that they turn their lives around. Allahu Akbar. Fuzail ibn Ayyad, we take his name in our Shijra, bin Zayd or Fuzail. Zayd is who? His teacher, Abdul Wahid bin Zayd. Bin Zayd or Fuzail, Ibrahim bin Adham, Huzaifa Aminuddin Madadi. Allahu Akbar. This is the great walis of Allah subhanahu wa ta'ala. His servant, Fulayd ibn Ayyad, his servant, this is now after he turned to Allah subhanahu wa ta'ala. His servant used to say that I have not seen anyone apart from Fulayd ibn Ayyad in whose heart Allah was the greatest. I haven't seen anybody like that. In his heart, Allah subhanahu wa ta'ala was the greatest. When the name of Allah subhanahu wa ta'ala was taken, or when a verse of the Quran Sharif was read, he used to cry and shed so much tears that those who were sitting in his company used to feel sorry for him. Allah Akbar. That is how much he used to cry in love for Allah subhanahu wa ta'ala and in love for the Quran. Allahu Akbar. So anybody can turn their lives around. The time for prophethood, the time of prophethood has expired. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the last of the prophets. But the time for wilayat is still here. The time for wilayat is still here. There are still people today who are the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. There are still going to be people tomorrow and next year and 10, 20 years time who are going to be the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And because times are so difficult and times are so testing, that a time will come where it will be so difficult for you to hang on to your 5 times salah, that people will be blessed with wilaya just because they are performing 5 times salah. Allahu Akbar. Those years, if you read about the awliya, it wasn't just the 5 times salah. It was whole night of ibadat. It was whole night of nafil. It was continuous days of fasting for Allah subhanahu wa ta'ala. And then only Allah blessed them with wilaya. But times will get so severe and so testing that just by holding on to your 5 times salah will probably make you a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us at all times. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve our iman, inshallah. Ameen thumma ameen. The great Imam Ibn Qudama alayhi rahmah, he says in his Kitab al-Tawabin, he tells the story of Mahdi, who lived his life also in Baghdad, very questionably, you know, involved in sins, involved in wrongdoings. And his servant didn't like what she was seeing about him and how he was living his life and what he was doing. So one day there was the fire was there was coals in the fire. And she took one of the coals, before that she tried to speak to her master and tell her master, please change your ways. This is not how you should be. You are a reciter of the kalima of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reform yourself. He never listened. He carried on living that questionable life. So one day she takes one coal out of that fire. And as he is resting, she places that hot coal on his leg. She places that hot coal on his leg and he jumps up. He jumps up and he screams in pain. Imagine from that heat, Allahu Akbar, hot coal. Next time you make braai, try to hold it in your hand.
He jumps up from that pain, Allahu Akbar, and you ask her, what is this? What are you doing? And she says to him, Jamratum min nari dunya. Jamratum min nari dunya. This is one jamrah. This is one coal from the fire of the dunya. فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِنَارِ الْآخِرَةِ. How are you going to handle the fire of the akhirah? Allahu Akbar. This is just one coal from the fire of this dunya. How are you going to handle the fire of the year after? Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from that, inshallah. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, he used to make a very beautiful dua. What did he used to say? He said, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, I am not worthy of Jannatul Firdaus. Allah Akbar. Who is saying this? Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, the greatest man, afdalul bashar ba'd al-anbiya bit-tahqiq, the greatest man after all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the ashara mubashira, he's been granted access to Jannat al-Firdaus without reckoning. Allah will put him in Jannat al-Firdaus. But yet he cries out to Allah and he says, Ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, I do not feel that I'm worthy of your Jannah. Wa la aqwa ala nar al-jahim. But Ya Allah, I cannot handle the fire of Jahannam. Allahu Akbar. Ya Allah, I'm not worthy of your Jannah, but Ya Allah, I cannot handle the fire of Jahannam. Fahabli tawbatan waghfir dhunubi. Ya Allah, so honor me and bless me with tawbah, waghfir dhunubi, and forgive my sins. Fa innaka ghafir dhanbil azim. Because you are the greatest forgiver of sins, Ya Allah. Beautiful dua, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. And even though he knows, Huzur sallallahu alayhi wa sallam has given him the basharat that you will be in Jannat al-Firdaus, this was the humility of this man. And this teaches us also lessons of humility. That do not think that the little ibadat that you do and the little fasting that you do is going to guarantee for us a place in Jannat al-Firdaus. Everything is dependent, and we are dependent on the rahmah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So she puts this on his leg. And she says to him, Jamratum min nari dunya, فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِنَارِ الْآخِرَةِ. How are you going to handle the fire of the year after? And this was his moment. This was his hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala. And he turned his life around and he gave up everything, whatever was his luxuries in life, whatever was his vices in life, all that he sacrificed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when Fuzail ibn Ayyad radiallahu ta'ala an, and the great muhaddith of Baghdad at that time, Sufyan bin Uyayna radiallahu ta'ala an, when they came to visit him and they asked him, how are you? How are you doing? What is your health like? And he says that he quotes to them the hadith of the Prophet alayhi salatu salam, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu bi khayrin minhu. He says that it is the system of Allah subhanahu wa ta'ala that when you forsake something for the sake of Allah, when you give up something, some of your bad or something, anything, you give it up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, عَوَّضَهُ اللَّهُ بِخَيْرٍ مِّنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala will substitute that with something much more better, with something much more wholesome, and something more good for you. Allahu Akbar. This is the system of Allah. This is the sunnah of Allah. This is how Allah subhanahu wa ta'ala operates. And he tells them this, he tells walis of Allah subhanahu wa ta'ala speaking, and they're saying that when you sacrifice and when you forsake something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will replace it with something better. And then they ask him, so what has Allah subhanahu wa ta'ala done for you? After you have given up that life of vice and that life of sin and that life of luxury, what has Allah subhanahu wa ta'ala substituted it all with? And he said, Ar-ridha bima anafi. What Allah subhanahu wa ta'ala has given me is happiness and pleasure and contentment in my situation. Happiness, pleasure, ar-ridha bima anafi, whatever I am in, the situation that I'm in at the moment, where I find myself, how I find myself, whatever circumstances I find myself in, ar-ridha. I have happiness with it. I'm pleased and I'm content with it. This is what Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Allahu Akbar. We need to look at our hearts, my dear brothers in Islam. We need to look at the actions that we do or the actions that we have done which are tempering our relationship, which are damaging and affecting and jeopardizing our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And these actions which are preventing us and keeping us from attaining the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala that we all aspire to attain. Because if we take up the step
If we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, especially now in this opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in the month of Sha'aban, cleansing ourselves in preparation of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you give up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it is the kalam of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. You give up something for the sake of Allah, you give up this vice, you give up the sin for the sake of Allah, Allah will substitute it with something better for you. It is the promise of my Nabi. It is the promise of your Nabi sallallahu alayhi wasallam. So whatever you are doing or whatever we are feeling that's giving us this transient or this temporary pleasure in this dunya, it just lasts for a short while. If you feel that you're going to have an illicit relationship with any woman who is not your spouse, who is not your wife, that is a temporary pleasure. And because of the temporary pleasure, Allah subhanahu wa ta'ala removes the barakah from your blessed union that you have with your spouse. Allahu Akbar. You have that temporary pleasure of popping the pill, the drug. And when that effect wears off, no more. But the effect might wear off, but the effect of that drugs remains in your system for 40 days. And for 40 days, your salah is not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Can you afford that? Can you afford to take one pill or smoke that weed or smoke that dakha and have your salah not be accepted for 40 days by Allah? Imagine 2 weeks into the month of Sha'aban, you decide to have a drag, you know, of weed. You know, people say the country has made it legal now. Islam hasn't made it legal. It's still illegal. Whether you're using for you, if you people are using for recreational purposes, it is not permissible. People say, no, you know, I just need to calm my mind. I just need to relax a little. So I only have two or three drags of this joint or this kaif or whatever it is. Just for that temporary relief that you're going to have that evening for an hour or for a few minutes or however it lasts, 40 days after that, your ibadat is not accepted. Your whole fast of Ramadan, your tilawat of the Quran, your tarawih, nothing is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Do we want to take that risk? Do we want to take that risk? Allahu Akbar. Your nafs might throw a tantrum. Your nafs will revolt against you. And your nafs will tell you, let's just do it. And sometimes you don't have that fortitude to stand up against your nafs. But this is the time to show that fortitude. This is the time to show that strength, my dear brothers in Islam. And stand up against your nafs, especially when it comes to sin. Because sin takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. Sin jeopardizes your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. This is unfortunately the price that we pay for sin. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and protect us, ya Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from sin. Whatever we are doing, we turn to Allah subhanahu wa ta'ala in forgiveness. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, we plead to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us forgiveness from our sins, inshallah. And let's use this month to prepare ourselves for the month of Ramadan. Let's cleanse our systems by fasting during the month of Ramadan, by fasting during the month of Shawwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Naqqu abdanakum bisawmi sha'aban li siyami Ramadan. That purify your bodies by fasting in the month of Sha'aban in preparation of the month of Ramadan. فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسُومُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِلَّا غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ. That a servant who fasts even just 3 days in this month of Sha'aban, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all his sins. Allahu Akbar. In another hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that when you break your fast, when you sit for iftar, recite durood thrice upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember this hadith sharif now while you fast in Sha'aban, and remember it for Ramadan also. When you take the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli ala an-nabi thalatha marrat 'inda iftari illa ghafarahu Allah ma taqaddama min dhanbi. Allah forgives all your previous sins. Wa barik lahu fi rizqi. And Allah subhanahu wa ta'ala grants you blessings in your rizq. Allah places blessings in your sustenance. There is so much reward for this. Sayyidina Usama ibn Zayd radiallahu ta'ala an, he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I have not seen you fasting as much in any month as I see you fasting in the month of Sha'aban. And what does Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say? Huwa shahrun mubarak. Sha'aban is a mubarak month. It is a blessed month. Tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alameen. That all our actions ascends to Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Sha'aban. And I wish to be in the state of fasting when my actions is presented to Allah subhanahu wa ta'ala.
So I urge myself, I urge you, I urge the viewers on YouTube that prepare yourselves, let us prepare ourselves for this month of Ramadan by fasting during the month of Sha'aban. Fast as much as we can, especially before the 15th night of Sha'aban, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to cleanse ourselves. Cleanse ourselves further by turning to Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness from all our sins. With this sincerity that, Ya Allah, that when we turn to you, we are not going to commit the sins again, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this hidayat and tawfiq. Ameen, thumma ameen. We have a few announcements to make. The first one is we make a special dua for brother Aqil Bray, who is having a surgery this morning, knee operation or knee replacement surgery. I think his surgery was this morning. We make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala grant him a successful operation and an easy recuperation and full shifa, inshallah. Ameen, thumma ameen. Last week, alhamdulillah, we had a fantastic collection here for the victims of the Syria and the Turkey earthquake. Alhamdulillah, this money was passed over to the gift of the givers, alhamdulillah. And alhamdulillah, I would like to announce that we collected 18,740 rands. Subhanallah, I think it is probably one of the biggest collections we ever had in this masjid so far. 18,740 rands. I want to say jazakallah to each and every one of you who contributed. And even those who didn't contribute, you were in a jama'ah of those people who contributed. So you're also part and party of that reward, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and your families, grant khair and barakah, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant ease to the people in Turkey and Syria, inshallah. Ameen, thumma ameen. This free screening that we always have in the hall next door, here in Africa Audiology. If you are 40 years or older than 40, you can make an appointment to have free screening of your hearing, inshallah. So this poster is on the board there outside, so take the number down. You can contact this organization and have your ears tested, inshallah. Ameen, thumma ameen. Some good news, alhamdulillah. There's a program that will be hosted by the South African Quran Union, and this international Qiraa program and international Quran recital awards program will be taking place in the Grassy Park Masjid, inshallah, on Sunday the 12th of March. Sunday the 12th of March, the program will commence, inshallah, after the Dhuhr Salah. It will run right up till Maghrib Salah, inshallah. There will be international Qurra. We have Qari Ibrahim Ramadan from Tanzania, who will be here, and Qari Islam Fikri Abdus Sattar from Egypt, who will be here as well. Then we will be having students who will be participating in the Quran competition and award ceremony. So this, inshallah, please diarize that, put that in your notebooks, inshallah. 12th of March, Sunday, from Zohar until Maghrib in this masjid, inshallah. Hosted by South African Quran Union International Qiraa Program. May Allah subhanahu wa ta'ala guide and protect us all, inshallah. Jumuah Mubarak to each and everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، قد رويد في الخبر أن سيد البشر وشفي الأمة في يوم المحشر سيد الأشراف متمم مكارم الأخلاق والأوصاف سيد العرب والأجم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أنه قال: إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتكلمن أحدكم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا ثواب جمعة له. أنصتوا رحمكم الله فاستمعوا، يغفر الله لنا ولكم والوالدين والوالديكم ولأستاذينا ولأستاذيكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، رب اختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد والفضل والجود والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ثان، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله المؤيد بأوضح دليل وأعظم برهان، نبي شرفه الله تعالى بالحكمة الظاهرة والباطنة ودعا إلى الصواب والتبيان. ابن آدم، إلى متى أنت في سنة النوم والفتور والتوان؟ إلى متى هذه التسويف والوقت قد حان؟ أما علمت أن ساعة من عمرك إذا مضت بغير طاعة الله لا يجير إذا وقع فيها الخسران؟ أم كيف رأيت من جاهد في طاعة الله ينادي له بالسعادة والأبدية؟ هنيا لك بما نلت من ربك المنان. يقال لمن غفل عن طاعة الله: من الذي خلقك من الأعمال الصالحة حتى جعلت مطرودا عن باب الرحمن؟ فيا عباد الله، هذا شهر شعبان المخصوص بتعظيم الإيمان، هذا شهر تسبيح وقراءة القرآن، هذا شهر الصلاة على سيد الأكوان، هذا شهر الدعاء فيه مسموع، والعمل الصالح فيه مستقبل مرفوع. لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نقوا عبدانكم بصوام الشعبان لصيام رمضان، فما من عبد يصوم منه 3 أيام إلا غفرت له ذنوبه. وفي رواية أخرى: يصلي على النبي 3 مرات عند إفطاره إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبارك له في رزقه. وعن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه: قلت: يا رسول الله، لم أراك تصوم من شهر أكثر ما تصوم من شعبان.
قال هو الشهر مبارك ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام 3 أيام من شعبان بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة. اللهم يا حنان يا منان أعتق رقابنا ورقاب والدينا من نيران وسامحنا وتجاوز عنا واغفر لنا يا رحيم يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وعنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي كان النبي وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني صاحب التاج والمعراج صاحب السرايا والعطايا صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب السجود لرب المعبود. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين ريحانين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم واجعلنا ممن لازم ملته واتبع سنته وأطاع شريعته وارزقنا شفاعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولأربابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا بديع الأرض والسماوات ويا رفيع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقامها وأدامها. لا إله إلا الله استووا استقيموا تراسوا يرحمني ويرحمكم الله. كان يخرج من سستان إنسا. children كانوا تبي سايد يخرج من سنسخة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. نستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. نستغفر الله العظيم والتواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة وهداية لنا فإنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم رب الناس مالك الناس إله الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله شافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا ربنا سبحانك سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمد بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا فإنك غافر العظيم العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الكرم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم إنا غريق في نعمتك فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله هداعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسيني مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الفاتح Alhamdulillah, we would like to welcome back into our masjid, Janab
Umar Saab Karjikar, alhamdulillah, who has been absent from our masjid and from our jama'ah for quite some time now due to ill health. We welcome Janab back to our masjid and we make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala preserve our honorable Janab with a long life, with good health, inshallah. Ameen, thumma ameen. May we always see Janab in our masjid, ya, inshallah. Ameen, thumma ameen. I'd also like to thank Hafiz Arif Dalwai for the beautiful qiraat at the start of the program, inshallah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ربنا ويا رب العالمين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل واكب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم ورحمهم رحمة مغفرة واسعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.